السلام عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غيبقى عباره على بريوش بالكونفيتير بدون بيض، عجينه اقتصاديه كتجي لذيذه بزاف، ممكن تستعملوها في عده انواع ديال البريوش. انا اليوم استعملت لكم هذا الشكل هذا، كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم تابعوا معايا مكونات وطريقه التحضير، ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. كذلك بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يرسلوا لي التطبيقات ديالهم، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي اللي هو صديقات عفوا اللي هو طبخ ليلى، كذلك الفيسبوك طبخ ليلى. ومرحبا والف مرحبا، وفرجه ممتعه. غنتلا بالمكونات ديال هاد الفطائر هادو اولا البريوش اللي غادي نحتاج فيه نص كيلو ديال الدقيق الفورص، جوج معالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ، فاني، خماره فيها 8 غرام، نص معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده تكونوا يكونوا عامرين مزيان، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره. ممكن تعوضوه في بلاصه ما تعجنوا بالماء دافي غتعجنوا بالحليب دافي. وعندي هنا معلقه كبيره ديال خميره الخبز. صافي هادو هما المكونات، غادي ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. هنا عبرت طقاق نص كيلو غادي نغربلو، غادي نزيد خميره، غادي نزيد فاني. انا كندير جميع المكونات في مره واحده وكنديرهم يتعجنوا، المهم هو انهم يتلكوا مزيان. نضيف الملحه، حليب بودره، سكر سنيده، حيت هاد العجينه حلوه راه فايت ليا درتها معكم مالحه بنفس الطريقه، غير هي كنقص السكر وكنزيد الملحه. هنا خميره الخبز وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزبده، غادي نعجن بالماء دافي حتى كتجمع ليا العجينه، المهم الماء كيبقى على حساب النوعيه ديال الطقيق. غادي نجمع العجينه ونديرها في واحد الاناء، نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى كتخمر ويضاعف الحجم ديالها، وديك الساعه غادي ندوز باش نشكلها معكم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما خمرت العجينه ديالي وضاعف الحجم ديالها هانتوما كتشوفوا، غادي نشكلها كويرات نتوما على حساب قداش بغيتوا الكويرات، واش صغار اولا كبار. غنديرهم متوسطين، غادي نعبر الكرات ديالي باش يجيوني كلهم نفس الحجم. غادي ندير فيهم 50 غرام في وحده، صافي البنات. دابا من بعد ما كورتهم كاملين غادي نديرهم في لاطا نستفهم، كنبعد عليهم واحد شويه باش ما يلصقوش. صافي البنات من بعد ما استفتهم غادي ناخذ هذا الكويس هذا، بحال كنت درت حطيت لكم فيديو قبل فيه المالح، هذا الحلو كندير فيه الدقيق وكندير واحد الدائره الوسط. صافي دابا من بعد ما كملتهم غادي ندهنهم بصفرة البيض، بيضه كامله هذه ماشي صفرة البيض، مخلط مع شويه الخل، كندهن غير الجناب. الوسط غادي ندير الكونفيتير اولا المربى،
صافي. بعد ما دهنتهم كاملين غادي ناخذ شويه الكاكاو مهرمش او اللوز مهرمش اللي عندكم، وغادي هكا نرشو من الفوق. اولا تاخذوا بحال هكا تهزوها هكا غتجيكم ساهله. صافو ديك الحفره تغرقوها شويه بحال هكا بصبعكم هكا ساهل جات. صافي درت الفران كيسخون درجه الحراره 200 درجه، كنشعل ليه من الفوق ومن التحت. غادي ندير دابا شويه المربى كنديرو الوسط، ما نكثروش باش ما يفيضش لينا. اول بريوش ديالي من بعد ما طاب كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي رطب بزاف شفتوا. انا باقي سخون دابا غادي نخليه حتى يبرد شويه ونوريكم الشكل ديالو كيف جا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا كيف كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل وكيجي لذيد بزاف. غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوها كيف كتجي. غادي نخليكم دابا ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جداد باذن الله.